زوار موقع لو 360 سبور، مرحبا بكم في اولى حلقات صدى البطوله، البرنامج اللي غادي يقربنا من البطوله الوطنيه المغربيه لكره القدم من خلال تحليلات الضيوف ديالنا وقراءه في اقوى اللحظات ديالها. والبدايه غادي تكون مع النتائج. الحصيلة كانت هي 18 هدف. ومعنا لتحليل أولى جولات البطولة المغربية لكرة القدم مصطفى القرفي إطار وطني ونور ديال الكرف صحفي رياضي. يعني من خلال يعني هاد القراءة الأولى في النتائج ديال الجولة الأولى للبطولة المغربية، كيفاش كتشوف الانطلاقة ديال الفرق الوطنية؟ أظن الأخصود الدورة الأولى من الدوري الاحترافي في هذه السنة كانت مبشرة بالخير، وكانت واحد الدورة اللي ناجحة بكل المقاييس، رغم أننا كنعرفوا يلا تلعب واحد 6 دورات في غياب مقابلتين ديال فريق الوداد البيضاء أولمبيك خريبكة ونهضة بركان والفتح الرباطي. الدورة عرفت تسجيل 18 هدف، كانت تسجيل أهداف بكثرة، كانت واحد غزرة أهداف، كانت هناك عملية بناء ديال الأهداف كانت جميلة، كانت واحد نذيابة بين الفرق، وكانت هناك فرق اللي هي أبانت عن علو كعبية في الدورة الأولى، وكانت واحد الفرق اللي مازال خاصها دير إعادة النظر في الهيكلة ديال الفريق ديالها. الدورة عرفت أيضا حضور قوي لفريق الرجاء البيضاوي، والكل كان ينتظر وكان يتوقع كيفاش غتكون الرجاء البيضاوي بعد تغيير الرئيس ديالها من بطريقة الحسبان وتغيير المدرب، كذلك رجوع المدرب القديم الجديد اللي هو الجنرال كيف ما كنسميه محمد فاخر. كان حضور هناك فريق ديال اتحاد طنجة اللي كتبين تاهي مع المدرب ديالها بن شيخة واحد الحضور قوي، تفوز برباعية على فريق الدفاع الحسني الجديدي. كانت مباراة جميلة أيضا ما بين فريق الكوكب المراكشي وفريق المغرب التطوعي، كانت هناك فيها أهداف. كان واحد التعادل اللي هو إيجابي أيضا ما بين الحسنية وفريق الجيش الملكي، تعادل اللي والجميل كان هو الهدف ديال فريق حسنية أكادير. انتصار كان بأشق الأنفس لأولمبيك أسبي مع مدربه الدمعي. التعادل الإيجابي كان أرضى فريقي قصب التادلة وشباب أطلس كونيفكرا الوافدين الجديدين على حظيرة الكبار. ربما الدورة كذلك عرفت واحد النقطة اللي زوينة بزاف، وهي الحضور الجيد ديال التحكيم اللي كنعرفوا في الدورة الأخيرة وحتى في الدورة حتى في الموسم الرياضي الماضي كانت هناك واحد الاحتجاجات ليها كثيرة. بغض النظر في الدورة الأولى نتمنى أن تسير بهذا الخطى هذه. طيب يعني بالنسبة لك سي نور الدين، يعني كيفاش شفت انطلاقة ديال الفرق الوطنية؟ أنا بالنسبة لي كانت انطلاقة كلاسيكية، لأن انطلاقة عادية تفوقت فيها الفرق الكبرى اللي كما كنقول الفرق اللي استعدت جيدا مع الحالة الخاصة ديال الفريق الرجاء البيضاوي، لأنه كان الجميع كيتوقع بأنه غيظهر بشكل مخالف نظرا لعدة معطيات أبرزها الأزمة المالية اللي عانى منها الفريق ثم تغيير المدرب. فإذا بينا كنتفاجئوا ظهر بواحد المستوى جيد، أداء وفاز على النادي القنيطري أداء ونتيجة، وبالتالي وضع علامة استفهام حول مستقبل النادي القنيطري اللي ظهر بواحد الشكل ضعيف وضعيف جدا مع مدربه الجديد فوزي جمال. باقي المباريات كنظن بان النتائج فيها كانت عاديه، مع تسجيل غياب كبير للجماهير، ما كانش هناك حضور جماهيري كبير ديال في المباريات كلها بستة لعبات. يعني في هذا الاطار ديال عدم حضور الجماهير كنظن بانه كيدخل في اطار هذيك التهديدات ديال الجماهير بغياب اربع مباريات كيزيد عليها الدو، كنظن دخلت حيز التنفيذ، فحضور الجماهيري كان بارز، لانه غياب ماشي كان معنا ما عندي تموقف من ليزولترا، ولكن كنقول بان هاد الشريحه من الجمهور كيظن ان خصها تحضر الملعب باش تزيد تتفضى البطوله ديالنا ويكونوا مباريات جميله. وحتى لانه هاد الجمهور هذا في السنوات الاخيره هو سرق الفرجه حتى من الجمهور. فالبارح كيبان لك مركب ادرار في اكادير بان الجهه خاصه اللي بالجمهور ديال المكانه اللي معروفين في فقدير كيبركم جيت اللوحة الإلكترونية مر في طنجة، كذلك غاب الجمهور وبانت بان خلى الفراغ ديالو، بغرام ان كنعرف ان الجمهور كيحضر المباريات ولكن كيتفرج بشكل متوزع على الملعب، ما كيعطيش ديك النكا ديالو. كنتمنى انهم يلقاو حل لهذه الظاهرة ونحاولوا نأطروا هذه المجموعات ونتجاوزوا هذوك الأخطاء ديال الموسم الماضي، وبالتالي يعودوا لنا الملاعب، لان
الجمهور في السنوات الاخيره وسرق الفرجه من الانديه. نعم يعني البطوله ديالنا كانت قويه، الوظيفه ديال الجمهور تجاوزت هذيك الفرجه، يعني يعني واحد المساهم رئيسي في الخزينه ديال الفرق، يعني حتى الغياب ديالها كيأثر على هذا بيان سور، لان البطوله الوطنيه كتثبت القوه ديالها السنوات الاخيره، ولات القنوات كتصارع من اجل تفوز بالنقل المباشر ديال المباريات المغربيه بسبب الجمهور اللوحات الجميله اللي كيرجم الجمهور. تفرجنا مع صحفيين اجانب في مركب محمد الخامس، ما شافوش ولا لقطه في المباراه، بقاو مظاهرين على المدرجات وجاو خصيصا باش يشوفوا هذا الابداعات ديال الجمهور المغربي، كيفاش هذا الجمهور المغربي اللي وصل لهذا المستوى في ظرف وجيز. ما يمكنش نحرموا الناس ونحرموا كل شيء من هذا الشيء بسبب هفوات تنظيميه، بسبب مشاكل، بسبب سلوكات فرديه ديال بعض الاشخاص. فلهذا يجب ان نجلس لطاوله الحوار مع هذه الفئه من الجمهور ونعرفوا ونديروا واحد دفتر تحملات اللي يكون فيه الواجبات والحقوق ديال كل طرف، وبالتالي فاننا غادي نكسبوا اضافه لكره القدم الوطنيه. اتحاد طنجة، هذه محاولة لفريق الرجاء البيضاوي من جهة اليمنى، دائما محاولة جيدة وضربة جزاء، ضربة جزاء لفريق الرجاء البيضاوي. تشاهدوا كم السيد بلاكي يعطي الإشارة، هل يكون الهدف الأول؟ بالفعل، رغم أن الحارس المسكين يتبع الكرة، ولكن كان الهدف الأول لفريق الرجاء البيضاوي في هذه اللحظة بالذات. وفرحة ساعات في اليوم، عمل ليس فقط على الفريق الأول. هذه محاولة ما بقيتش، لا تسلل، الهدف الثاني لفريق الرجاء البيضاوي، اللي كيجي في هذه اللحظة في وسط لعب بن حليم، ما بقيتش تسلل مرة أخرى لفريق الرجاء البيضاوي. كان دون هدف ثالث لفريق الرجاء البيضاوي، إذا الهدف الثالث وسط لعب بن حليم. الخروج هو الوسط الميدان وكيكون هو المباراة. هذه محاولة لفريق الرجاء البيضاوي وسط لعب بن حليم، كان مدري الهدف أكيد، واللاعب الرجاوي يتأكد. إذا اللي دخل كاحتياطي تمثل المسجلين الهدف جيدة، وكنظن أنه يمكن اللاعب اللي كان متألق في الان. غادي ننتقلوا لفقره غون فورما واللي خصناها الفريق الرجاء البيضاوي، بالنظر للمشاكل العديده اللي خاضها هذا الفريق، سواء من تغيير الرئيس الى تغيير المدرب الى احتجاجات اللاعبين بسبب الرواتب ديالهم. واش كنا كنتوقعوا باش نشوفوا فريق الرجاء البيضاوي يوقع على هذه الانطلاقه القويه ويفوز امام النادي القنيطري برباعيه نظيفه؟ مسيو مصطفى، يعني كيفاش شفتي الانطلاقه ديال فريق الرجاء البيضاوي في ظل المشاكل العديده اللي عاشها؟ أظن بأن المشاكل العديدة اللي تراكمت على فريق الرجاء البيضاوي ماشي في صالح فريق الرجاء البيضاوي، ماشي في صالح الكرة المغربية بصفة عامة، خصوصا احنا كنا نعرفوا بأن الرجاء البيضاوي واحد المدة اللي هي 4 سنوات أو 3 سنوات مضت كان وصيف البطل الأندية العالمية، فاش نهزم أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني. الرجاء البيضاوي وصل للعالميه بلاعبيه بلوحات الفنيه اللي كتقدمها الجماهير كذلك. فاش كنسمعوا فريق كبير اللي كيمثل الكره المغربيه احسن تمثيل كيعيش بحال هاد المشاكل، ربما كتحز في النفس واحد الامور اللي ما خصهاش تبقى تكون نهائيا. فريق كبير كرجاء البيضاوي خاص يكون مهيكل، خاص الامور تكون معروفه، ما تكونش هاد المشاكل هذه. لكن هاد المشاكل هذه اللي وقعت لفريق الرجاء البيضاوي، خصوصا المشاكل الماديه وبعد تغيير الرئيس، تغيير المدرب، امور اللي هي كثيره، ساهمت كنظن في اعطاء واحد القوه معنويه واضافيه لفريق الرجاء البيضاوي، خصوصا بعد المجيء ديال المدرب الوطني محمد فاخر صاحب الالقاب، اللي ربما هو المدرب الوطني الاول في المغرب اللي حصد القاب كثيره على الصعيد الوطني. طيب في هذه النقطة سي نور الدين، كتشوفوا باللي العودة ديال محمد فاخر هي اللي خلاتنا نشوفوا الرجاء بهذا الصورة نسبيا إيجابية في المباراة الأولى؟ أنا حتى واحد ما كاين فيه القيمة ديال فاخر كمدرب إطار وطني كبير، صنع ألقاب الأكثر تتويجا في البطولة الوطنية، ولكن ما يمكنش لنا نحذفوا العمل اللي قام به رشيد الطوسي، لأنه كان هو اللي بدأ بالمعسكر التدريبي الأول قبل ما ننفصل على الرجاء الرياضي. فالعمل ديال البارح فهو ثمرة مجهودات اللي قاموا بها المدربين بجوج، ما من من
ما نقصوش من قيمة ديال شي واحد، لا غير انا كنقول على الحال الوضعيه ديال فريق الرجاء البيضاوي، ان كما كيقول المثل الفرق الكبرى تمرض ولا تموت. فاعتقد ان المسائل المشاكل اللي كانت عند الرجاء منذ السنه الماضيه ماشي منذ بدايه هذه السنه، فهي مشاكل تدبيريه وتسييريه بالدرجه الاولى. على المستوى التقني فالرجاء يضم افضل اللاعبين اللي كاينين حاليا في البطوله الوطنيه، وباستطاعه اي مدرب ذكي شويه انه يتعامل معهم ويخلق منهم فريق منسجم، والدليل هو الشكل اللي ظهروا به البارح في اكادير. ما كنقولش بان لا، في الوقت اللي كنتبعوا المباراه ما كنشوفوش واش هذوك اللاعبين تقضوا الاجور ديالهم ولا تقضوا البريمات ديالهم، كنشوفوا مردوديه في التيران. ما تفرقش بين الرجاء اللي كانت البارح ورجاء اللي كانت شحال هذه اللي كتلعب على مستويات، فالمردوديه ما كنظنش بانها مرتبطه لان بالمستحقات الماليه وبالامور اللي كيهضر عليها الجميع. دابا اللي كيقول الرجاء ما عندوش باش يسافر، الرجاء ما عندوش باش، راه كاين مردود، كاين غيره، كاين نزعه ديال اللاعبين ومدرب. هذا الثلاثي ممكن يقدم لك واحد الاداء في المربع ديال الاخضر المستطيل الاخضر، ويقدر ويقول لك باننا كاين وانا حاضر بان هذا فريق كبير، بغض النظر على المشاكل اللي كان عنيهم انا اللي ممكن تحل اون دوغ دي تيران. ممكن ان الناس اللي كيغيروا على هذا المسؤولين يجتمعوا ويشوفوا، وحتى كنظن ان الصوره اللي ظهر بها الرجاء البارح في المباراه ديال نادي القنيطري ممكن انها تشجع بزاف الناس يجيو اللي غادروا الرجاء اللي عطاوها بالدار، لانه ما كانوش كيتوقعوا بان غنشوفوا الرجاء بهذا الشكل. الان الرجاء تقدم محمد فاخر قدم الوصفه ديالو، الجمهور تفاعل معها، اكيد ان غيتبعوا المستثمرين، غيتبعوا المنخرطين، غيتبعوا بزاف الناس اللي فقدوا الثقه في واحد الوقت من الاوقات في هذيك الرجاء. كنشكروا الضيوف ديالنا السي مصطفى القرفي، كنشكرك على تلبيه الدعوه ديالنا. سعدت بلقائك الاخت هدى، سعدت بلقاء احد اهرام الصحافه الرياضيه الوطنيه السي الكرف. شكرا للجمهور الرياضي الكريم، وكذلك الشكر موصول للصحفي الرياضي نور ديال الكرف. العفو، واحنا سعداء بالمشاركه في اول حلقه ديال هذا البرنامج الجميل. ونحن اسعد. كنتمنى نكون قربناكم من اولى جولات البطوله الوطنيه لكره القدم. انتظرونا الاسبوع المقبل على موقعكم لو 360 سبور.